عملتوا ايه في ارض ام جلال؟ المهندس خلص رسومات الموقع والمعدات ابتدت توصل. امال الزباله دي لسه موجوده هنا ليه؟ المحامي بيقول انه قرب يخلص معاه. قرب؟ مش عاوز اسمع كلمه قرب دي تاني. الموضوع ده لازم يخلص باي شكل قبل لجنه البنك ما تيجي. انك خلاص هتقعدي هنا وانا ام سوبر هابي عشان هقعد هنا. خلاص هقعد في الاتيليه بتاعي مش هعمل اي حاجه ثانيه. That's very good. I'm very happy for you. Thanks. بابا ايه راحه فين؟ لا حرام عليك انا مالي. Come on please انت صاحبتي الوحيده يا علا لازم تساعديني. بس انا عايزه اتفسح. هنتفسح وكل حاجه بس مش دلوقتي. ساعديني خلي عندك دم. Thank you. هو ده كم؟ بقول لك ايه مش عايزه تريقه. لعلمك هو محتاج بس شويه فلوس وهيبقى اهم كم في البحر الاحمر. لعلمك هو محتاج شويه تزويت تبقى جنب الجبل بين البحر. سلامة يا شيخ. صل على النبي. ايه مالك؟ عم حمزة الحمد لله على السلامة. جيت امتى؟ انا كان عندي شغل في اسوان خلصته ويا دوبك لسه واصل. على فكرة يا جماعة عم حمزة اشطر طباخ انا شفته في حياتي. طباخ بس؟ وتور جايد كمان. اتصرف. اعرف لي مين الورثة. اعرف لي عنده شركة ولا ما عندوش. حاول تركز شوية في الموضوع ده، الوقت بيجري. انا سمعت سعادتك ان الراجل صاحب الارض اللي مات كان كاتب في وصيته ان الارض ما تتباعش. تلاقيهم بيقولوا كده بس عشان يغلوا سعر الارض. لو في اي ميلاد جات لي من الاي جي اي بلغني على طول. اوكي يا فندم. مختار الموضوع ده لازم يخلص بسرعه قبل الجماعه الامريكان ما يوصل. انا عايزك تطمن سعادتك. هيخلص هيخلص باي شكل. لو اصحاب الارض طمعانين في قرشين زياده اديهم وخليهم يشيلوا الزباله بتاعتهم. وقول لمهندس المشروع يصور المكان بصور شيك ويحط فيه معدات عشان الناس لما تيجي تحس ان احنا ابتدينا نشتغل. عايزين نعمل شو يعني. اطمن سعادتك. هاي اهلا فندم. ازيك يا استاذ مختار؟ الحمد لله الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انا اذنك فندم. اتفضل. هاي ازيك؟ هاي ايه الاخبار؟ تمام اتفضلي. ميرسي. النيو لوك اللي انت عاملاه يجنن. ثانك يو. قولي هقعد امتى مع المحاسب؟ واحنا من امتى في بيننا وبين بعض محاسبين؟ وبعدين انت مش بيجي لي كشف حساب اخر كل سنه؟ بس بتهيألي مامي كلمتك في الموضوع ده وخلاص انتهى. يعني لازم ابص على التفاصيل اذا ما كانش يضايقك. اورايت. انت اللي حابه وجع الدماغ. الحمد لله. اول مره في حياتي اكل كويس كده بعد بابا الله يرحمه من مات. ميرسي قوي يا عم حمزه. بالهنا والشفا. المهم بقيه الناس تكون مبسوطه. ميه ميه يا عم حمزه والله. تسلم ايدك يا جدع. انت شاري كاميرا دي جديد يا بنتي؟ عارف عميت الراجل ايه بس تعدل صور فرح حبيبتي. يلا بقى عشان احنا لازم ننام عشان عندنا حاجات كتير قوي بدري. قوموا انتوا ناموا جوه واحنا هننام. يلا طبعا اذنكم بقى اخش انام جنب مراتي. تنام فين يا عم وتسيبنا في الطل ده؟ استنى حبيبي لما نبقى بنلكوا عشه وبيضوا فيها مع بعض. البت برضه مش مدياني ريق. مش حاسه بيا خالص. لا ممكن تكون حاسه بس اقول لك يا معلم ممكن تكون عايزاك تبقى واضح معاها مباشر جريء. يعني جريء وش انا كذا انا. طب طالما انت وش كده وجريء ما تسيبك من حكايه السفر دي وتخليك معانا هنا في حضن عمك حمزه. والله عم حمزه ده راجل طيب والمشروع ده حلو فعلا وعجبني. بس في حاجه كمان لو تحصل يا محمد. البت بتاعه المطار يعني ممكن تقول كده. طب ودي هتوصل لها ازاي دي؟ انا لقطت البادج بتاع القريه اللي هي نازله فيها على العربيه واحنا في المطار. يا ابن اللعيبه سيح يا محمد سيح ولم علينا الدنيا كلها سيح. انا من بكره ان شاء الله هدور عليها. معاك انا في المشوار ده. ماشي بس يا رب تطلع هي. سامع اللي انا سامعه؟ ايه ما هو الرعب ده اذواق. انت وذوقك بقى يا معلم. تتهبلت يا محمد خالص. لا 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 اللي بيحصل ده حرام. انا مش قادر يا خالد. انا رجليا فقفقت خلاص. احنا لفينا وتلت مرسى علم كلها. طب يلا 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 حبيبي يلا ربنا يهديك. يلا خالد. لا حبيبي
يلا انا كده ممكن يجي لي هبوط في الدوره الدمويه. لا خلاص ايه في ايه؟ نسيتي حاجه؟ نو ده العرض بتاع مراد بيه، وبيني وبينك بقى انا شايف انه عرض كويس جدا، كويس خالص. تسلم الايادي يا حبيبتي. ها قلتي ايه؟ بيتهيالي ان بابا رفض العرض ده قبل كده. لحظه يا نهى، طلباتكم ايه؟ ها انا ماليش اي طلبات، انا جاي اسمع طلباتكم انتم، وعندي اوامر عليا ان انفذ على طول. يعني هتدفعوا كام؟ احنا كنا عارضين على المرحوم الله يرحمه 250,000 جنيه، لكن دلوقتي الوضع مختلف، 300,000 جنيه كاش وعلى الترابيزة. يا فندم حضرتك احنا مش هنبيع اصلا. 350 وبلاش طمع بقى. بتقولك مش هتبيع. 400,000 جنيه ده مش سمعنا اساسا. ولما حتة الارض الصغيرة دي مهمة قوي كده، ما تقول للباشا بتاعكو يقدرها كويس. الفلوس جاهزة. ها قلت ايه؟ نوه انا بتهيالي العرض ده كويس عشانك انت واخواتك، تقدر تعمل المشروع اللي انت عايزاه. انت عارف كويس قوي يا خالد انه مش هينفع. الارض دي تمنها غالي قوي على الباشا بتاعكم، وما ظنش انه هيقدر يشتريها. عموما يا جماعه انا هديكوا فرصه تفكروا، ردوا عليا بس خلال ايام في كل نمري. اتفضلي ان شاء الله هنبارك قريب. يلا عن اذنكم. انا بتهيالي يا جماعه لازم كلنا ندور على مصلحه نوها ولا ايه؟ والله يا قدر مصلحتها، محدش فينا يقدر يتدخل. انا بيتهيالي لو طلبتي اكتر هيدفعوا لك. عارفين يا اولاد الارض دي من 30 سنه كانت ببلاش، ولو انت طلبت فيها 1,000,000 جنيه هتاخديها. انا وابوك اتعرفنا على بعض هنا ايام حرب الاستنزاف، كنا حرس حدود. شايفين المركب اللي هناك الغرقانه دي؟ دي كانت عمليه تمهيه للعدو، جايين على اساس ان هم صيادين. كشفناهم انا وابوك، لقينا معاهم اسلحه تقيله، وضربنا المركب وغرقناها وفرحنا رقصنا. هي ساعه واحده وجت طياره للعدو وضربت موقعنا، واستشهد 4 من اعز اصدقائنا. ولو انتوا مش هتعرفوا تحافظوا على الارض زي ما احنا عملنا زمان، يبقى تسيبوها احسن. انا اسفه انا مش هبيع. وانا معاكم، بس الاول لازم اجيب امي معايا، ما اقدرش اسيبها لوحديها. وانا كمان معاكم انا وسلمى. وانت يا خالد رايك ايه؟ سيبولي فرصه افكر. خالد انا عايزك شويه. تعال محمد، دي حسابات العاملين. ثانك يو. ودي بقى يا فندم حسابات المشتروات. ماشي ميرسي. حسابات التامين يا فندم. شكرا. ودي حسابات الرواتب. ماشي خلاص خلاص. ايه ده؟ خلاص قلنا. يعني انت جاي تقول لهم بيعوا بالسهل كده؟ ده بدل ما تشجعهم ان هم يبنوا في بلدهم، ولا عايزهم يسافروا ويبنوا في بلد تاني؟ وبعدين يا خالد انت لو زهقان وعايز تسافر سافر يا اخو، ما تزهقناش معاك. يا جماعه كل واحد وليه حياته، انا مش لاقي نفسي هنا، وبعدين ايه المانع ان انا اسافر؟ مش يمكن الاقي هناك فرصه احسن؟ يعني بالعربي عايز تسافر عشان تصيح؟ طب ما تصيح في بلدك يا اخي، على الاقل لو حصل لك اي مشكله 1,000 واحد هيجي ويساعدك، انما بره 50,000 جزمه هيدوسوا عليك. وبعدين انت مش راح تدرس هناك ولا عندك شغلانه تشتغلها، انت راجل خيال، تقدر تقول لي هتروح هناك تعمل ايه؟ هتغسل الصحون ولا تبيع جرايد؟ يلا بينا يا عم حمزه، هو حر يعمل اللي هو عايزه. خلاص just call your mom. It won't do it. بصي ما تقوليش انك هتسافري. يب هسافر. انت لحقتي تقعدي؟ ما انا هرجع تاني علا. I don't think so. ما تصبر شويه يا عم خالد، كلها 3 ايام هسافر اجيب امي واروح معاك على طول. يا محمد سيبني الله يخليك بقى براحتي. خلاص يا عم
بس انت على فكره مش عاجبني. هاي مام. هحكي لك لما اجي. شكرا. هي تاني؟ لا مش ممكن والله العظيم. هي طب والعمل؟ مش عارف. طب بص بقى، انت هتخش عليها عادي وتتكلم معاها، مش هقولك هتقول ايه. طبعا متكهرب، خايف تطلع مش فاكراني اصلا. طب بص بقى، انت خد الموبايل ده واعمل نفسك انك بتتكلم فيه وامشي عادي جدا، وعامله سايلنت عشان لو رن ما يبقاش شكله وحش. سايلنت الموبايل بخمسة جنيه يبقى فيه سايلنت؟ هو ما فيهوش كارت اساسا. ايه يا عم زورو؟ فين يا عم؟ وقعت من الحصان وخدتها في حضني وترعشت وعينيها جت. خدها خالد، انت سألت ولا ايه؟ يا خالد سألت ولا ايه؟ يا عم انا بهزر معاك. بعدين يا عم اعتبرها نسيت. بس بصراحة بنت قمر. خلاص يا محمد، هو مفيش نصيب. في ايه؟ بتدوري على حاجة؟ انا شفت حد بس كنت بتكلم في الموبايل فما كنتش مركزة. شفت مين؟ هقول يكون هو؟ رايحة فين؟ كملونا الطيارة. خالد، خالد هاي. ايه ده؟ معلش انا كنت بكلم في التليفون فما خدتش بالي. لا ولا يهمك. انا انت عرفت اسمي منين؟ انت مش فاكر في الاستابل لما كانت سلمى بتولد والراجل كان بينادي لك؟ هي جابت بنت ولا ولد؟ جابت مهر. يعني راجل ولا ست؟ حصان ولد. مبروك ندى الطيارة. علا صاحبتي. ازيك؟ هاي. انت بتعملي ايه في مرسى علم؟ انا عندي مشروع صغير كده يعني على قدي. انا كمان عندي بيزنس على قدي برضو كده. يا راجل عندنا كلنا مشروع مع بعض. على ركاب المسافرين للقاهره التوجه الى البوابه رقم 4. دي طيارتي. دي طيارتي. طب خلود اروح ابارك للجماعه بقى. اوكي ماشي. على اساس لا ده موضوع تاني هشرحه لك انا دلوقتي. طب ويا ترى حضرتك هترجعي لي امتى ان شاء الله؟ يعني يومين كده. على بركه الله. خلاص يا خلود اشوفك بعد يومين. طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. باي. لما اصبح محمد خد اشحن.